بجد سوري يا معلم، والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم، ما حصلش حاجه، انا مش زعلان. انا اسف ليكوا يا جماعه، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هم الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام. بصراحه يا مو انت زودتها قوي، وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذر له لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش حاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي، صعبت علي. ما خلاص بقى يا عيال، وبعدين هو كان سكران، والخمره بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مأربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اختصبتي؟ لا يا بت، ده هو كان ألماني. امال الروسي ده نهين فيه؟ ده بتاع قلعة قطبان. انت هتحدي عليا؟ انت ازاي متجوزة فاطي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبة أقول. لما نرجع أنا لازم أقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل إيه؟ على فكرة بقى، إحنا لازم نبطل خمرة وش، قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان أتأكد إن أنت مش زعلان. وأنا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكلة، بس بقول لك إيه؟ ما عندكش بودرة؟ في كل حاجة يا معلم، يلا. أوكي أوكي سكرتين. سيف، كابتن مو صلح لك عربيتك وحطت لك المفتاح هنا على الترابيزة. ايه يا سيف؟ انت لسه سكران؟ انا راجع القاهرة، افتح العربية معاكي عشان تقضوا بها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي، ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قفش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي، انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعتر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف، سوري. ما هو ده اخرك، سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هم اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه، بس انت مصممه تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وانانيه وعظمه وقله ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجه عدله اصلا. حتى اقرب الناس ليك مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم في امك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبلة يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقكيش. لا، طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني
لعيب بقى في الشغل وحياتي وكده. من اللي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انت اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجة بطلبها وما بتجيش، محدش بيقولي لا على اي حاجة. انت عارفة يا شريهن انه انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفة كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح لان هو مش زرار ادوس عليها بقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكوا يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قول. هو ان انا دلوقتي وانا هتنقي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خنقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه ان الغردقه والعرق مع الفزون بيبقى صعب، وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفزون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. سيف كده يا سيف كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي. طب يا جماعة أنا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي أنا آسف، أنا ما كنتش أقصد، ممكن ما تعيطيش. أنت عندك حق يا سيف، أنا فعلاً أنانية وما بفكرش غير في نفسي، وأنت طيب جداً، بس أنا مش محتاجاك عشان أنت طيب، أنا محتاجة لك عشان أنت راجل. أنا بطمن وأنت جنبي يا سيف. ممكن في الأول كنت أبقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك أروح له. أنت عارف يا سيف أن من ساعة ما بابي اتسجن وأنا بحس أن أنا ضايعة ومفيش حد جنبي، لأن بابي كان دايماً بيحسسني إن كل حاجة تمام. زيك كده يا سيف، من ساعة ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت أحس إن كل حاجة تمام. وأنا المفروض أقول إيه دلوقتي؟ قول اللي أنت عايزه، أعمل اللي أنت عايزه، لو عايز تمشي امشي أنا مش هزعل. أنت تعبت معايا جداً وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي. هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصل انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا.
اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي، قال لي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه تمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي، الفسون هي كم. طب تعالي معايا. I love الفسون على فكرة والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجة ولا سمعت لطفي بشناق ولا ايه؟ يا خدشي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحة، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجة. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهرة حلوة كده، انا عازمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مومه تأجلها يعني، عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا هعزمكم ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلم لك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيص. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو يعني عادي. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني اللي مؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن خير. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا لنا الجعير وعمى البصر والبصيره. شو ايه يا بنت ده؟ الحلاوه والطعامه والشياكه دي؟ عادي يعني، اقل حاجه عندي. ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. Let's go guys. من 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 ده اللي ياخدك مني، من 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 مني، من ده اللي ياخدك مني. طيب انا اروح اسلم على الناس وانتوا عيشوا براحتكم بقى. Okay, see you around. باي. ايوه بقى ننبسط كده ونسهر ونسكر ونرقص وننبسط ونعيش حياتنا. لايميها يا خالتي، عايزين نخلص الشغلين على خير. حاضر يا روح خالتك، على طول كابتني كده يا شريهاء. هاي هاني، تيجي نشرب دريت؟ ايه ده ايه ده، انت تعرفيني منين اصلا؟ مين يا بنت اللي مديكي فلوس عشان تيجي تعملي النمره الرخيصه دي؟ انا راجل محترم وبحب خطيبتي. خبطك قطر. ما تفك بقى يا قمر. مش هفك يا بتاع السياح. طب يلا يا كتاكيت. طب رقصة واحدة يا شريهة. لا يا خالتي. يلا يا ماما. انت بتعملي ايه؟ بتعلقي البانسر؟ بتعملي ايه؟ حرام عليكي. يلا. طب يا جماعة هنعمل ايه في موضوع العربية دي بقى؟ سيبوني انا هفكر في خطة نوصل بيها للعربية. طب ما تخليك انت وانا هروح اشوف الموضوع ده. لا لا خليك انا هتصرف.
احنا هنعمل ايه بقى لغايه ما سيف يجي؟ نشرب. يوه مالك يا هاني على طول متفرج على الخمره كده؟ ايوه عايزين نشرب، عايزين نسهر وننبسط ونسكر ونرقص، فيها ايه؟ مالك عامله لنا زي قبل النظره كده. ايوه يا سامحة. محظوظ جاي، اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي احنا مش جايين نشقت. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان؟ يا عادي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح. وحضرتك تبقى مين يا عادل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة، طول ما انتوا قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام have a good time. وانت من اهله يا روحي. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اكيد بيوصي ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا ليلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني ده سوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا بعد اذنك احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. بابا مين جهاز؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. الله يا حبيبي كتر خيرك. تشرب يا ولد؟ طبعا. مور بصحتك يا جميل. مش ممكن هما كلهم بقى الكهوليكس فجأة كده؟ بقول لكم ايه؟ انا لقيت المكان اللي نوصل منه للعربية. ايه ده؟ عربية ايه؟ عربية الكشري يا هاني، عربية مستر حنتوس يا عم. طب هنعمل ايه في الراجل اللي قاعد بيراقبنا ده؟ سيبهولي انا عارف اتصرف معاه. طب محتاجاني اساعدك في اي حاجه؟ لا صباح ما بتحتاجش حد. ما تقلقيش على خالتي خالص، طالما لبست الجينز المطرز ده يبقى اكيد هتلوحه كده. يلا يا خالتي جو. عن اذنك اروح اشوف شغلي. خالته صباح باعت نفسها. سوري يا بابي، هي بتضحي بنفسها عشان تنقذك. بس انا مش فاهمه هي مبسوطه قوي كده ليه؟ هي خالتي كده اصيله، بتحب تضحي. دي جامدة بس الست دي. يلا بينا. يلا ماما ميمي هتيجي معانا؟ ماما ميمي هتيجي معانا؟ اوكي خليكي.
تعالوا بسرعه. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربيه. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره، لو حصل اي حاجه كلميني في التليفون. اوكي، مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. نيلي انت اتغيرتي قوي. للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته، يلا انجز. هاني. نعم. هاني. يلا. يلا ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربيه. انت متخلف، يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني ايه؟ هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. كيف نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب؟ حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانت مهتميه بنفسك كده، يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحاجه يا سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله. دي حلوه قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا استوى بتاع اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قولي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده غير كابوبا احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل، هات المفتاح. هاني يا متخلف، احنا مش طالعين نسوق العربيه، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها سي هاي ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكرة أنا مش بحب أروح للسليبرتيز وأقول لهم أنا بحبكم وأتصور معاكم. دي مش سليبرتي، دي اسمها هند صبري. أيوة عارفة، يعني ما بحبش إن أنا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري أنا لازم أدخل التواليت على طول. لا استني بس، ده أنا بعشقك عشق. طب أقول لك على حاجة، بيقولوا إن أنا شبهك. لا أنت أحلى بكتير طبعا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. عارفة إيه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى إيه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكرة، ده سكسي طبعا. لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد إذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيرة أكيد. الجزيرة؟ لا لا هو ما كانش في الجزيرة، كان على الأرض عادي. إبراهيم الأبيض؟ لا ولا كان أبيض. طب على ما تفتكري أدخل التواليت أرجع له. طب استني بس، ده إحنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده أنت هند صبري. ربنا يخليك. شيرين انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكله؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير، انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه يا قمر؟ هاتي. طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اه اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ اه يعني روحي اتكلمي معاه، اتدلعي عليه، ارقصي له. ارقصي له؟ ايوه مش انت ممثله؟ بس بس يا نيلي سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما بتعملش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحال يا محفوظ هيخطفوه. يعني مش هديكي اداء بقى، انت استاذ عاجب. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شيرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بيه، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه يا هاني. قلبت الدنيا هنا. الناس
النجده النجده يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول، مش لاقي اي حاجه خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الكتف. انت جبت المجله دي منين؟ ايه؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني؟ انت خلف ده، طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياه يا سيف؟ في كلاكس وايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده، شايف العدد اللي في ايدك ده؟ ممكن نلاقي فيه لغز جديد يوصلنا للكنز. قلت لك عادل امام؟ مش هتعرف على فكره. هعرف اقلده. طب وريني. هوريك. ده مش عادل امام، ده محمود شكوكو. ده عادل امام يا عم. مش عادل امام، ما تستعبطش. طب اقلد لك احمد زكي. قلده وريني احمد زكي. لا ما ده عادل امام على فكره. ما لا عشان الاثنين صحاب، انت فاكر ان ده عادل امام؟ انت عملت كده، عملت كده يبقى ده عادل امام. شفت؟ يبقى اللي انا قلدته الاول كان عادل امام. لا ما انت عملت كده بس. طب اقلد لك فريد شوقي. هتقلده ازاي ده بقى؟ هقلده لك. يا عدوي. هو ده الوحيد اللي انت قلدته على فكره. شوف. مش معقول كل ده لسه ما خلصوش. انا متوشوشه قوي. متوغوشه. Whatever. مش ده اللي قلقني خالص. انا خايفه على هاني لا يقع. حبيبتي انت بتحبيه قوي كده؟ ما يتنيل ولا يغوص في داهيه. انا خايفه لا يقع على حد واصل يودينا في 60 داهيه. يلا يا هاني بطل. تاني. قلت لك نجات؟ نجات. نجات الصغيره. فوق بقى هاني فوق. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ يلا خلاص. ايه ده في ايه؟ لا انا عايز لسه الف بيها وكاروز وامريكا. كاروز ايه؟ فوق من اللي انت فيه. اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. في ايه؟ يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده، وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد، ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بسولك يا عم، اهو سيف اهو. اسكت. ايه يا طفي؟ ايه حي جمهورك؟